بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أوفى وأشرف المرسلين. أيها الأحبة، أيها الحضور الكرام، أهلا وسهلا بكم. حللتم أهلا ونزلتم سهلا، وطابت بلغيكم نفوسنا. إن الإنسان مسير لما لا يعلم، مخير لما يعلم. وحين يزيد علم الإنسان فإن حريته تزيد. أحبتي في الله، اجتمعنا اليوم في هذا اليوم الدراسي حول داء السكري للإلمام بالقواعد الصحية لداء السكري، وكذا التوعية من مخاطر الكشف المبكر لهذا الداء. لا يسعني في البداية إلا أن أرحب بالسادة الأفاضل الحضور، كل بصفته كل بمقامه. أرحب بادئا ببدء بالسيد مدير جامعة شلف، صاحب السخاء والعطاء، عنوان العطاء، الذي لا يبخل علينا بأي مجهود يخدم هذا الصرح الشامخ. أحبتي في الله، نرحب كذلك بالنواب، بالسادة نواب الجامعة، بعمدة كليات الجامعة، السيدة الأمينة العامة، مدير المكتبة المركزية، ورؤساء التنظيمات الطلابية، أهلا بكم، ومختلف الهيئات الطلابية المعتمدة بالجامعة. كما يشرفنا أن يكون بيننا مدير الصحة لولاية أشلف، وكذا مدير الشباب والرياضة. السادة الحضور، لدينا أيضا، مرحبا بكم، نرحب كذلك برئيس جمعية الأمل لمرضى السكري، والسيد أستاذ قسم البيولوجيا، السيدة الأخصائية في التغذية، ومدير الخدمات الجامعية ومدراء الإقامات الجامعية، والطاقم الطبي لمديرية الخدمات الجامعية، وكافة الشركاء الاجتماعيين. كذلك مرحباً بمخبر نيوميديك بكل طاقمه، الذي ساهر على حملة التشخيص المبكر لداء السكري بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية. أحبتي في الله، نرحل سوياً إلى آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا فضيلة سيد أسامة، فليتفضل مشكوراً. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا لمن الشيء. يجمعنا اليوم أحبتي في الله، نرحل سويا إلى جو الكلمات. لدينا كلمة افتتاحية من طرف السيد مدير الجامعة الأستاذ الأخضر غرين، فليتفضل مشكورا بعبارته التي تحز في أنفسنا الإيجابية والفرحة والغبطة، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، الحضور الكريم كل باسمه ورسمه ومقامه مع حفظ الأسماء والألقاب. صراحة بوجود الحكيم حكيم جامعة شلف، ربما لا أستفيض في الكلام عن مخاطر مرض السكري، تغير عادات الشعب الجزائري في الأكل أدت حتما ولزاما إلى ظهور بعض الأمراض المستعصية والأمراض المزمنة. هذه الأمراض المزمنة أصبحت عائلا وعلى عاتق العائلات من ناحية المادية وكذلك من ناحية المعنوية. الأمراض المزمنة لها من العواقب الوخيمة على الصحة العمومية. مرض السكر يؤدي إلى تصلب الشرايين وربما كذلك إلى بطر الأعضاء وكذلك إلى القصور الكلوي. هذه الأمراض في مجملها حتما ستكبد الخزينة العمومية في الضمان الاجتماعي أموالا طائلة. استيراد أدوية، أدوية خطيرة جدا على الصحة العمومية، استعمال بعض المسكنات وكذلك بعض الحقن، كل هذا ناتج عن تغيير النمط الغذائي. أصبحنا نستهلك ربما مواد ضارة حافظة، ربما نشوفه في أكياس الحلويات أو ربما شيبس E212 ولا كذا كذا، ربما هي مواد لا نعلم مصدرها ولكن لها من الأثر السلبي على الصحة العمومية. لذلك جاءت هذه الحملة التأسيسية وأصبحت إجبارية أننا نحسس الطلبة وكذلك نذكر بعضنا البعض من مخاطر مرض السكري. مرض السكري حاليا يسبب بين قوسين مشاكل عويصة بالنسبة للعائلة، ربما في بعض العائلات ربما الطفل عنده 3 سنوات ربما حتى حديث ولادة عنده مرض سكري. نتساءل ربما كان مرض سكري كان يصيب كبار سن، لكن حاليا عدنا من الشباب وحتى عدنا من الطلبة مساكين شفاهم الله وعافاهم أنهم راهم مساكين عندهم مشكل مرض هذا المشكل تاع السكري. مشكل السكري سيحد من الحرية، حرية الطالب أو المواطن. أولا بين قوسين حاشاكم تبول في فترات قصيرة جدا، الغثيان، التعب، هذا سيؤثر حتما على مردود الطالب وكذلك مردود المواطن. نتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى مداخلات الضيوف الكرام تصب في بوتقة واحدة وهي التحسيس كذلك الحماية، وإن شاء الله تكون توصيات بإذن الله تعالى. نتمنى إن شاء الله أن الطلبة تعالى يستفادوا من اليوم الدراسي بإذن الله تعالى. أعلنوا رسميا افتتاح هذه الحملة التحسيسية وبارك الله فيكم. شكرا. بركت سيدي، لا يزال لدينا حديث مشوق مع ذوي الاختصاص لهذا المرض الذي أثقل عاتق المرضى، فلا بد من التوعية. لدينا كذلك مداخلة أخرى من السيد الدكتور لطفي الحاج، طبيب الجامعة بالموقع الجامعي حي السلام، صاحب الأذان الصاغية لكل من يتوافد على عيادته، فليتفضل مشكورا.
أيها السادة الأفاضل، يعتذر السيد مدير الجامعة لمغادرته القاعة لظروف هو يدريها نيابة عنه، فليتفضل السيد المدير. معذور سيد المدير. لنكمل نحن هذه اللمة الجميلة للإلمام بهذا المرض كما قلنا الذي يثقل عاتق المرضى وللتوعية. يتفضل السيد دكتور الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بسم الله المحاضرة بخصوص السكري وأخطار السكري في المجتمع. تعريف السكري. التعريف: السكري هو ارتفاع مزمن بنسبة الجلوكوز هو سكري أحادي في الدم، مرض معقد يصيب كثير من الناس، النسبة تزيد كل عام. يعني في الجزائر النسبة تصل إلى 14.4% وفي العالم حوالي 537 مليون في سنة 2021، وينقسم إلى قسمين. النوع الأول يمثل 10%، والثاني يمثل 9%. النوع الأول هو ناتج عن عجز في الخلايا البيضاء الموجودة في البنكرياس المسؤولة عن انفراز الأنسولين، والأنسولين هو المعروف هرمون يساعد على دخول الجلوكوز في الخلايا لإنتاج الطاقة، وبذلك تتزايد نسبته في الدم. يصيب الأطفال والشباب ما دون 30. النوع الثاني وهو منتشر جدا يمثل 90% بالنسبة للنوع الأول، فعلاجه بالأنسولين. النوع الثاني يناسب النسبة الكبيرة 90%، والنتيجة أساسا على مقاومة الأنسجة العضلات والكتف والنسيج الدهني للأنسولين، لذلك لا يدخل السكر الجلوكوز إلى الخلايا ليتحول إلى طاقة، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. وتجربة مع الوقت في السكري النوع الثاني هناك تناقص لإنتاج الأنسولين، يعني أصحاب الأنسولين السكري النوع الثاني يعني بعد 10 سنوات هناك زيادة في نقصان إنتاج الأنسولين، وفي السنوات المقبلة هنالك سيدخل في العلاج للأنسولين، لذلك فهو مضر في الصحة. الأسباب تاعو العامل الوراثي. أولا العامل الوراثي، وجود في الشخص في العائلة يزيد احتمال الإصابة بالسكر مرتين. أما إذا كان اثنين في العائلة مصابون بالسكر فالاحتمال بالإصابة 4 مرات. السبب الثاني هي السمنة، خاصة في منطقة البطن. السمنة في البطن من بين الأسباب الرئيسية للسكري النوع الثاني. تعريف السمنة هي زيادة في الكتلة الدهنية، النسبة العادية إلى 10 إلى 15% عند الرجل و 20 إلى 25% عند المرأة. وصنفت السمنة كمرض في سنة 1997. من بين أسباب السمنة كثافة السعرات الحرارية والموجودة بكثرة في الدهون. 1 غرام دهون يساوي 9 سعرات حرارية، بالنسبة للسكريات والبروتينات 4 غرام سعرات حرارية. 4 سعرات حرارية. سعة تخزين الدهون غير محدودة في الجسم عكس السكر والبروتينات. سعة التخزين في السكر في الكبد من 300 إلى 500 إلى 600 ملي جرام في الكبد على شكل الكولاجين. سرعة حرق الدهون بطيئة عكس البروتين والجلوكوز. قلة الحركة كالمكتب والسيارة والتلفاز والحياة الراهنة هذه فيها قلة الحركة. الأسباب الأخيرة الوراثة والفشل الغدة الدرقية والأدوية كالكورتيكويد.
كيف تصنيف السمنة؟ السمنة هو مؤشر الكتلة الجسمية اللي يمسي الوزن على الطول المربع، الطول بالمتر. إذا وجدنا أقل من 18.5 فهذه النحافة، ما بين 18.5 إلى 24.5 هذا وزن مثالي، ما بين 25 إلى 29.9 هذا زيادة في الوزن، بعد 30% فهي بدنة، 30 إلى 94.9 بدنة درجة أولى، 35 من 30 إلى 34.9 بدنة درجة أولى، من 35 إلى 39.9 بدنة درجة ثانية، فوق 40% بدنة مرضية. يستخدم من هذه القاعدة حالة التورم والضخم الكتلة العضلية عند الرياضيين أصحاب ممارسة حمل الأثقال، هذه نظرية الطابق. ثانيا الشعوب الآسيوية عندهم الطول تاعهم قصير، هذه القاعدة لا تناسبهم. ثالثا ثانيا في باء محيط الخصر له أهمية خاصة عندما يكون أشد كتلة جسمية أكبر من 35%. السمن عندما يكون المحيط أكبر أو يساوي 88% سنتيمتر عند النساء، وأكبر أو يساوي 102 سنتيمتر عند الرجال. أعراض السكري، السن فوق 30 سنة هذا يخص السكري النوع الثاني، السن أقل من 30 سنة للنوع الأول، التبول المتكرر، العطش الدائم، الشراهة، التعب والإرهاق، تأخر في التئام الجروح، التهابات مهبلية فطرية متكررة عند النساء، ألم والتنميل في الأطراف، وهذا بسبب اضطراب الأعصاب في الأطراف السفلية. التشخيص، نقوم بالتشخيص عن طريق التحليل المخبري للدم الوليدي. لا يستعمل جهاز الجلوكومات في التشخيص، بل يستعمل في مراقبة، لأن هامش الخطأ يتراوح من 15 إلى 20%. النسبة العادية للسكر في الدم تتراوح من 0.7 إلى 1.10 جرام في اللتر في حالة صيام، وتكون أقل من 2 جرام في اللتر بعد الأكل بساعتين. وفي حالة الإصابة بالسكري تكون نسبة السكر أكبر يساوي من 1.26 جرام في اللتر في حالة الصوم 8 ساعات بعد نفس النتيجة. يعني إذا صبنا عند المريض في حالة صوم أكبر يساوي من 1.26 نعيد الكرة بعد أسبوع لنعلم بأنه مصاب بالسكري، أو تكون أكبر تساوي 2 جرام في اللتر بدون صوم. فحص نسبة الهيموغلوبين السكري HbA1c في الدم يجب أن يكون أكبر من 6%. تحليل البول، يظهر السكر في البول عندما يتجاوز السكر في الدم 1.80 بما يسمى العتبة الكلوية. هناك مرحلة مهمة، مرحلة ما قبل السكري في الديابات، هي مرحلة يكون فيها معدل السكر في منزلة بين المعدل الطبيعي والمرض، يعني اللي يسمى أنورمال. تمس الأشخاص الذين يعانون من السمنة ولهم تاريخ عائلي للسكر، بحيث تكون نسبة السكر من 1 إلى 1.25 جرام في اللتر في حالة الصيام، ومن 1.40 إلى 1.40 إلى 2.40 جرام في اللتر في الدم بعد الأكل بساعتين، أو الهيموغلوبين السكري 5.4 حتى 6.4%، وتكون بدون أعراض. هذه الفئة معرضة لحال جدا لحالة الإصابة بالداء السكري النوع الثاني في وقت لاحق، لذا عدم تخفيف الوزن واتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة. كورونا والسكري، كورونا تؤدي عند مرضى السكري كما لاحظنا في هذه العامين منذ بداية الكورونا ارتفاع أو تذبذب مستوى السكر في الدم مما يؤدي إلى نقص المناعة. تشير الدراسة الأخيرة أن فيروس كورونا يهاجم البنكرياس مسؤول عن إنتاج الأنسولين، والنتيجة خطر مضاعفات كورونا تكون أشد عند مرض السكري. لاحظ الوقوف في المستشفى لفترة أطول لأصحاب السكري، حاجة أكبر للأكسجين، الدخول للعناية المركزة، نسبة حالة الوفيات مرتفعة. الحلول الحمية الغذائية،
تناول ثلاث وجبات رئيسيه زائد وجبتين في الصباح والمساء في اليوم، 1400 الى 1800 سعره حراريه اجمالا، بحيث تكون 50% سكريات بطيئه، 30% دهون، 20% بروتين. يجب ان تكون نسبه السكر في الدم ضمن المجال المقبول 0.7 حتى 1.30 جرام في اللتر، ويكون الهيموجلوبين السكري اقل من 7%. يجب التعود على قراءه المساقات الارضيه لمعرفه المكونات والسعرات الحراريه، واحد جرام الدهون يساوي 9 سعرات حراريه، واحد جرام البروتين مع السكريات 4 سعرات حراريه. يعتبر الخبز خاصة عند الجزائر، عند الجزائريين يعتبر الخبز عنصر أساسي في التغذية، وهو من السكريات البطيئة. 100 غرام يساوي تقريبا 50 غرام جلوكوز، أي 270 سعرة حرارية. تناول الأغذية الغنية بالألياف والخضر والفواكه والبقوليات والحبوب، فهي تبطئ امتصاص السكر في الأعضاء. الخضر تحتل الموقع الشرفي في كل الوجبات، فإجمالا الخضر التي تنمو فوق الارض كالخس والطماطم مثلا تحتوي نسبه اقل من السكريات والسعرات الحراريه، مقارنه مع التي تنمو تحت الارض كالبطاطا والجزر. ممارسه الرياضه، فوائد الرياضه: تخفيض نسبه السكر في الدم، تخفيض نسبه الكوليسترول الضار والضغط الدموي، تحسين عمل الانسولين، انقاص الوزن، نقص التوتر وتحسن المزاج لان هناك افراز الاندورفين في الدماغ. ممارسه الرياضه يجب ان تكون غير مجهده لاصحاب السكر كالمشي، العد والتراجع، السباحه مثلا لمده 30 دقيقه، اما تكون 30 دقيقه كامله او 30 دقيقه متفرقه، 10 دقائق الصباح، في المساء، 10 دقائق في الليل، لمده 5 ايام في الاسبوع بصفه جماعيه وحمل بطاقه اذا كان منفردا، لانه ممكن حصول اي مكروه للسكري عند انخفاض السكر ممكن يغمى عليه. ارتداء حذاء رياضي مريح، حذاء رياضي من احسن يكون متسع، يكون بدون رباط مع الجوارب، لا تكون ضاغط على القدمين. ممارسه الرياضه يجب ان تكون بعد الوجبات، يعني ساعة ساعة ونصف بعد الوجبات باش يقوم بالرياضة. فحص مستوى السكر قبل القيام بالرياضة، يجب ان يكون فوق 1 جرام واقل من 2.5 جرام في اللتر. اذا كان اقل من 1 جرام ممكن يصاب بهبوط السكري اذا قام بالرياضة، واذا كان فوق 2.5 يمكن ان يصاب بارتفاع السكري. شرب الماء لتفادي الجفاف. فحص مستوى السكر وفحص القدمين عند الانتهاء. فحص القدمين يجب استعمال المرآة، لان هناك خلل في الاعصاب السطحيه، يعني صاحب السكر لا يحس بقدميه اذا كان هناك خلل في الاطراف. الهبوط الحاد السكري، ما هو تعريف الهبوط الحاد السكري؟ هو انخفاض مفاجئ لنسبة السكر في الدم 0.5 اقل من 0.5 جرام في اللتر. اسبابه: عدم تناول الوجبات الرئيسية، جرعات دواء زائدة، مجهود عضلي مضني. اعراضه: جوع قهري وشحوب في الوجه، غثيان يعني القيء، غفقان القلب، عرق بارد، الرشفة في الأطراف البلوية يدين، صداع، تغير في المزاج، تعب شديد، ضعف الرؤية، هذيان، صرع، فقدان الوعي، كوما. ماذا يفعل في حالة إذا هناك هبوط السكر؟ إذا كان في حالة وعي يجب استعمال مشروب مسكر لسهولة البلع، مشروب ماء وحلى باثنين إلى أربعة إلى ثلاث قطع من السكر، أو اثنين ملاعق صغيرة من العسل أو المربى، أو 30 جرام من الخبز. أما في حالة الإغماء فيجب الاتصال بالحماية المدنية ونقل المستشفى.
هي استبدالتي للسكر. الطريقة المناسبة كيف نقيس السكر لصاحب السكر؟ يساعد في معرفة ومراقبة مستوى السكر في الدم لتفادي ارتفاع أو الانخفاض الشديدين، وهذا يسمى جهاز الجلوكومات. لا يجب استعمال الكحول للتطهير لأنه يسبب خطأ في القياس، بل استعمال الماء الدافئ والصابون مع التجفيف الجيد. اختار الأسبوع المراد واخذه اجتنابا، ويجب أن يجتنب السبابة والإبهام لأنهما عنصرين أساسيين في عمل اليد. الوخز يكون في الجانب في جانب الأصبع للتقليل من حدة الألم، لأن نهاية الأعصاب مؤلمة، أما في الجانب الألم ضعيف. في الخلاصة، يجب على مرضى السكري احترام الحمية الغذائية، ممارسة الرياضة، والانضباط في تناول الأدوية مع امتناع التدخين، لتفادي أولاً أمراض شبكة العين المؤدية للعمى، أمراض الكلى المؤدية للقصور الكلوي. يعني سيضطر صاحب القصور الكلوي إلى تصفية الدم للموتياليز، يعني حياته تصبح مرتبطة بجهاز. أمراض القلب القلب والشرايين، ضغط الدم، يعني صاحب السكري مع مرور الوقت يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وإلى الذبحة الصدرية، الغرغرينا لابونغرين المؤدية لبط الرجل. يعني 50% في المستشفى الذين يتم بط أرجلهم هم أصحاب سكر. التلقيح ضد كورونا ولا ضروري، والتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية. وفي الأخير شكرا. أشكرك الدكتور على هذه المعلومات القيمة، شكرا لك. أحبتي في الله، نرحل إلى مداخلة أخرى من طرف السيد ممثل جمعية الأمل لمرضى السكري عبد النور سليمان، الذين يسعون للمرافقة النفسية لمرضى السكري، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر طبيبنا على هذه المداخلة، ومرحبا بحضورنا الكرام. أنا ممثل جمعية الأمل لداء السكري عبد النور سليمان، كما يتعهد رئيس جمعية الأمل عبد القادر وخبير من عدم الحضور بسبب ارتباكه بمحل الشفاء الطبي، وهو يبلغ لكم شكره وامتنانه على الدعوة الكريمة كما لا يفوتني. الشكر لإدارة الجامعة حسيبة بن موالي على رأسها السيد المدير على حسن الديانة والاستقبال. جمعية الأمل لداء السكري لولاية شلف هي الوحيدة على مستوى الولاية المهتمة وتدافع على حقوق مريض السكري. من بين أهداف الجمعية الرئيسية التوعية والتحسيس. هذا الأمر مهم جدا لنا كجمعية لتفادي المضاعفات لدى مريض السكري، والتي هي خطيرة جدا. التوعية في وسط الطلاب بإمكانه الاستفادة منه كثيرا، لأن الطلاب بإمكانهم نشر التوعية في المجتمع. بار إكزومبل نقولوا كاين اللي عنده الأم تاعو مريضة، كاين اللي عنده الأب تاعو مريض، دروك الأم والأب دروك كاين اللي ما يبغيش الحمية الغذائية ما يبغيش يتبعها، دروك كون تقول له ما تاكلش الطعام يروح ياكل، بصح جينا الطبقة المثقفة اللي نوصلوا لذا الميساج لأبائنا هذو الكبار هذو الطبقة الهشة باه نوعوهم، لأن هذا المرض كما الطبيب تاعنا وصل لي المضاعفة تاعو صعيبة بزاف. كما أشكر مجمع صيدان ومديرية الصحة الواقفة
دائما وراءنا من كل الاحتياطات من لا سيما من الاحتياجات تاعنا نحتاجوا عندنا صيدال المهتم الرئيسي بجمعيه الامن وعندنا مديريه الصحه كما نقولوا الله يحفظها والله يسترها كما اشكركم على حسن الاصغاء وشكرا. بوركت أخي ممثل جمعية الأمل لمرضى السكري. نمر إلى مداخلة من طرف السيد جواد مختار الدين أستاذنا القدير في قسم البيولوجيا، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. في بدء الأمر أود أن أشكر جميع المشاركين في هذا اللقاء وخاصة على رأسهم المديرية الفرعية للنشاطات الثقافية والعلمية والرياضية اللي نجمت اليوم تجمع كل هذا الجمع. راكم تشوفوا باللي القاعة راهي مكتظة في بعض الشيء. احنا ما يخفى لكمش يعني المداخلة تاعي تكون قصيرة بلغة يفهمها الجميع. الملتقيات الدراسية فيما يخص الصحة يحضروها المختصين عادة والقاعة تكون فارغة. اليوم راني فرحان اللي كاين شباب وكاين طلبة اللي جاوا اليوم، وهذا الشيء يبين باللي هاد الشباب والطلبة راهم متقفين وراهم واعيين بالمسؤولية اللي راها على العاتق تاعهم فيما يخص اولا فهم هذا المرض اللي راه يهدد الجزائريين، والحاجه الثانيه اللي راهم هنا اليوم باش يتعلموا وماكسيموم ويدوا ويوصلوا هذه المعلومات اللي على بالنا باللي هما حلقه وصل ما بين الجامعه وما بين المجتمع ككل. المداخله تاعي ما غاديش تكون على فيما يخص الجانب الصحي. الحكيم أطنب وكان وافي وشرح كل ما يتعلق بمرض السكري. الحاجة اللي جيت على جالها اليوم هي فيما يخص دور الطالب والشاب في المجتمع. كما راكم اليوم كما راني جد مسرور اللي راهم العديد من الطلبة راهم متواجدين هنا. الواجب علينا كأشخاص ولا كشباب جزائريين هي كيفاش نوصلوا المعلومة وكيفاش نبسطوا المعلومة من معلومة طبية ولا بيولوجية إلى معلومة يمكن هضمها من الشريحة الكبرى اللي في المجتمع اللي هي آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا. هذه الحاجة اللي لازم نديروها. المعلومات اللي طبق عليها الحكيم معلومات خطيرة. علاش؟ إلا نتكلموا على الممارسات تاعنا. السؤال اللي نطرحه لكم كجزائريين، اسكو رانا عندنا عادات سليمه في الاكل؟ اسكو عندنا عادات سليمه في حياتنا اليوميه؟ شباب ممكن شباب راه يمارس الرياضه راه يخرج من المنزل، بصح بين قوسين اسكو العادات الاكل تاعنا سليمه؟ راكم تلاحظوا باللي الشباب شوف في الطلبه ما نخطوش الشمس بالغربال من ناحيه العادات الغذائيه، الاكل السريع، المشروبات الغازيه. هاد الصوالح ما غاديش يبانوا علينا في مرحله الشباب، بصح غادي ندوهم معانا حتى نوصلوا لمرحله الكهوله ومرحله الشيخوخه. الحاجه اللي نطلبها من الشباب اللي راه حاضر، العادات الغذائيه راكم شفتوا الحكيم الاستاذ كريم عطى بعض الملاحظات فيما يخص العادات الغذائيه. انا غادي نعطيكم الحاجه اللي بالك ماكسيموم لازم نيفيتوها ماكسيموم اللي هو الاسبارتام. هضرنا على المواد الحافظه بصح ما هضرناش على هذا السم الابيض. هذا سم ابيض بالك اكثر من الجلوكوز اكثر من السكروز اللي رانا نشوفوه ونستعملوه في المنزل. مي الاسبارتام تلقوه بقوه في كل ما هو مواد محلات من ناحيه المشروبات الغازيه، من ناحيه الحلويات، من ناحيه
مالوزمون اللي راها طوب طوندونس عند الطلبه هذوك البسكويتات فوري هذوك اللي معمرين بالسكر، هادو خطر كبير وخطر الاكبر تاعهم يكون على مده زمنيه طويله. الحاجه الثانيه اللي بغيت نهضر عليها، بغيت نهضر على الانخراط تاع الطلبه في الديناميكيه الفعاله للتطور. من هذا المنبر نشكر الطلبه تاع العلوم التجريبيه اللي راها نادي في 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 قيد على قيد التجديد، اللي نتمنى من الطلبه تاعنا يكونوا كاع في ياخذوا المثال تاعهم، لان الطالب سيفري في الحياه تاعه الجامعيه هو طالب هنا باش يتعلم وباش يدي المعلومات وباش يدي يعني ان ديبلوم اون فان كونت، ويستعمل هذا كل ما تعلم في هذه الربع سنين ولا خمس سنين في ارض الواقع. لكن انا شخصيا نظن باللي هذه الربع سنين ولا خمس سنين اللي غادي يكونوا في الجامعه غادي يتعلموا حاجه اخرى اللي هي كيفيه التعامل في الحياه. نقول لك لا بلو غروند ايكول سي ليكول دو لا في، اكبر مدرسه هي مدرسه الحياه، ومدرسه الحياه مدرسة كبيرة ولا فترة كبيرة نتعلموا منها هي المرحلة تاع الجامعة. في الأخير كانت كاين سلوغون يعني شعار سمعته مؤخرا من عند واحد الأستاذة بغيت نقولها لكم، هو الحياة حلوة دون سكر فلنحافظ عليها، وأنتم مشكورين إن شاء الله وشكرا جزيلا للإصغاء والمتابعة. أستاذي الكريم، أجدد الترحاب كذلك بمن التحق بنا اللحظة، أرحب وأشكر كل الطلبة كلهم بصفته، كل الشركاء الاجتماعيين والسادة الحضور كلهم باسمه وكل بسمو صفته. نرحل الآن إلى مداخلة أخرى للدكتور مارتي عبد الحليم المدير الجهوي لمخابر نيوميديك، فليتفضل مشكورا تحت تصفيقاتكم. السلام عليكم، سي مسيو مارتي لابوراتوار نيو ميديك. جو بروفيت سيت اوكازيون بور رميرسي لا ديريكسيون جوستومون دو لونيفرسيتي اي لا ديريكسيون دو لا سانتي دو نوز افوار بيرمي دو بارتيسيپي ا سيت ايفينمون كي اي تري امبورطون دون لوبجيكتيف بيان سور سي دو سانسيبيليزي لا بوبولاسيون بار رابور او ديابيت. لابوراتوار نيو ميديك ايت ان لابوراتوار الجيريان انستالي سور كونستانتين. C'est un laboratoire qui touche à différentes spécialités. Parmi notre spécialité, c'est le lecteur glycémique. Je remercie bien sûr notre docteur Lotfi de son excellente communication, car pratiquement il a touché à les différents paramètres qui touchent au diabète. Et bien sûr, ce que je peux rajouter, c'est sûrement la présentation, plus la présentation de notre diagnostic, c'est le lecteur glycémique. Je ne vais pas trop m'étaler, mais c'est surtout pour vous présenter notre lecteur glycémique. Il faut savoir que ça fait plus de 4 ans, la plupart des lecteurs glycémiques étaient importés. Et actuellement, Neomedic est le premier laboratoire à produire justement un lecteur glycémique avec une technologie de pointe, en collaboration avec un laboratoire américain qui est le DiagnoLab. Donc c'est une technologie de pointe importée et installée justement au niveau de Constantine, au niveau du laboratoire Neomedic. Bien sûr, on était les premiers, il y a eu d'autres laboratoires qui l'ont produit aussi, mais actuellement on est aussi les premiers à établir une étude comparative avec la glycémie veineuse. Donc il faut savoir que... Chez Neomedic, on a commencé à produire le premier appareil qui est DiagnoCheck Smart. Et en deuxième lieu, on a présenté le deuxième lecteur. Bien sûr, l'appareil DiagnoCheck Smart
ce qu'on a appelé smart, c'est pour, par rapport à sa, sa pratique et sa simplicité aussi, car l'autopiqueur est au niveau de l'appareil, la bandelette est au niveau latéral, et même après utilisation justement de cet appareil, il y a ce qu'on appelle un compartiment d'hygiène, on peut conserver justement les bandelettes utilisées. Et bien sûr, on peut les récolter en fin de journée. Donc vous avez remarqué que cet appareil est très pratique. Il y a d'autres appareils, bien sûr, produits bien sûr par d'autres laboratoires. Seulement, la seule différence qu'il y a, c'est cette question de fiabilité. Parce que la plupart des patients, le cancer sérum, il y a un appareil, toujours un des appareils chez eux. Soit c'est parce que c'est les parents sont diabétiques, ou là le patient lui-même. Donc ce que je peux conseiller, bien sûr, après les bonnes pratiques du test glycémique qui ont été déjà présentées par notre cher docteur Lotfi, ce que je peux rajouter, c'est qu'il ne faut pas comparer justement les appareils, il faut comparer l'appareil avec la glycémie, ce qu'on appelle glycémie veineuse, et il est en train. Et là, vous pouvez dire qu'il y a un décalage ou il n'y a pas de décalage. Donc, j'ai soulevé au début, au cours de l'introduction, d'une étude comparative qui a été effectuée au niveau national, parce que pour tester une fiabilité d'un appareil, il faut le comparer avec la glycémie veineuse. Donc, il y a eu différents établissements au niveau national. Donc, sept établissements, c'était ce qu'on appelle une étude multicentrique. Et on a comparé justement les différentes glycémies capillaires et la glycémie veineuse. Donc, les résultats pratiquement à 100% étaient dans les normes. Donc, je vous conseille, je vous propose justement un diagnostic pour vos glycémies. Et je renouvelle justement mon remerciement pour la direction de l'université et la direction de la santé. Merci. شكرا لك دكتور وشكرا على كل من التحق بنا اللحظة وجدد الترحاب ولسنا كأمة إذا حضر كبيرهم شكروه وإذا غاب اغتابوه شكرا لكل من يسهر قدما وساق على إحياء هذه التظاهرات وعلى إحضار هذه الكفاءات إلى هذا الجو العلمي هذا الصرح الشامخ ونحن محظوظون على هذه المقاعد وعلى هذه الكفاءات التي نحتك بها أحبتي في الله نرحل سويا إلى مداخلة من طرف السيد زلال شعيب عضو المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه بمكتب شلف فليتفضل مشكورا تحت تصفيقاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعرفكم بنفسي أنا عضو المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك. عضو المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه مكتب شلف. نحن أولاً نعرف بالمنظمة الثانية اللي هي منظمة وطنية غير حكومية تطوعية غير سياسية وغير ربحية معتمدة تحت 35/15 ومعروفة باعتبارها واحدة من الجمعيات النشطة على المستوى الوطني لديها موقع رسمي وصفحتها معروفة في فيسبوك. أهداف هذه المنظمة هي التحسيس وتوعية المستهلك، الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمستهلك، العمل على تقية جودة المواد الاستهلاكية والخدماتية، العمل على تقليل حالات الغش في المنتوجات والخدمات بموجبها ضمان محيط صحي وسليم لحياة المستهلك. من أهم الأهداف التي تسعى وراءها المنظمة الوطنية هي الحقوق الأساسية والرئيسية للمستهلك واحترامها، وهي الحقوق الثمانية للمستهلك، حق السلام والأمان، الحق في المعرفة، الحق في إشباع حاجاته الأساسية، حق التثقيف، حق الاستماع لملاحظته، الحق في بيئة صحية، الحق في التعويض والحق في الاختيار. لدينا مطويات ودعائم خاصة بالمنظمة لديها مبدأ اللي هي رفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري في المجتمع وتشجيع التشخيص المبكر والدعم المتضررين
التوعية بدور الوقاية من داء السكري أو تأخيذه من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني، تعزيز دور الأسرة في التثقيف الصحي في علاج داء السكري، الوقاية من مضاعفاته وزيادة الوعي حول العلامات التحذيرية للإصابة. كما لدينا هذه المطويات حيث كان السكر اللي هو السم الأبيض، أخطار السكر كما موضح هنا شيخ القوة المبكرة، أمراض اللثة، ضعف النظر، ارتفاع ضغط الدم، كذلك يسبب السمنة، يسبب التهاب الزائدة الدودية، مشاكل في القلب، كما يؤدي إلى ضعف البنكرياس. كما نذكر أن السكر يغذي خلايا السرطانية بسبب السمنة ومرض السكري، كما يؤدي أيضا إلى هشاشة العظام وزيادة خطر إصابة بالكبد الدهني. وهذه بعض النصائح إذا تخلينا على السكر، حيث تصبح البشرة أكثر نظارة وتقل البثور والحبوب، يقل احتمال إصابتك بالسكري ومرض الكبد الدهني، كذلك يخفض ضغط الدم ومستوى الكوليسترول، كما تتحسن نظام نظافة فمك ورائحته. سيتضاءل أيضا إذا تخلينا على السكر احتمال الإصابة بالزهايمر والخرف، الوزن سينخفض، كما أن دقات القلب ستنتظم، كما يحسن على المزاج ويخفض الاكتئاب. وبنتفادى السكر لازم كما نقولوا الناس اللي ياكلوا تناول طعام خارج المنزل، اللي يتناول خارج المنزل يروحوا فاست فود، الاغذيه السريعه وهي اغذيه خاطئه جدا، المشروبات الغازيه ومشروبات الطاقه، التقليل من استهلاك كميه من الحلويات، كما نختار منتجات الحليب والزبادي غير مملكه وبدون اضافات. كما لدينا في الصفحه الرسميه ركن اللي هو مسمى الغذاء والدواء، تقدمها الدكتوره هبه مراح، وهي اخصائيه في الفيزيولوجيا العياديه والفحص الوظيفي للتمثيل الغذائي والتغذيه. كما اعدت هذا الركن حول نتائج الافراط في تناول السكر، حيث لا ينتج عن فرط السكر الدم اعراض الى ان ترتفع قيمه الجلوكوز بشكل كبير، عادة أعلى من 180 إلى 200 ملغرام كما تفضل الدكتور لطفي. تتطور أعراض فرط السكر الدم ببطء على مدى عدة أيام أو أسابيع، وكلما طالت مدة ارتفاع مستوى سكر الدم أصبحت الأعراض أكثر خطورة، ومع ذلك قد لا تظهر أي أعراض على الأفراد الذين يعانون من النوع الثاني من داء السكري لفترة طويلة على الرغم من ارتفاع مستوى سكر الدم. العلامات والأعراض الأولية يمكن أن يساعد التعرف على العلامات والأعراض المبكرة لفترة سكر الدم في علاج الحالة على الفور. كما يرجى ما يلي: كثرة التبول، زيادة العطش، تغير الرؤية، الإرهاق والصداع. هذه الأعراض التي تبين بهذا الإنسان يحتمل فيه أنه مصاب بداء السكري. كما لا يمكن اعتبار هذه المناشير والدعامات الإعلامية هدفا في حد ذاته، وضعتها المنظمة بقدر ما يمكن اعتمادها كوسائل دعم وتوجيه بيداغوجي، كمستندات قادرة على تدعيم المناهج التربوية في المؤسسات التربوية، كدعم نفسي لمرضى السكري يستند عليه المميزون في الصحة العمومية لغرض إثراء التصورات الذهنية حول الداء بهدف تخفيف حدة الصدمة، لفك الالتباس وحالة الغموض المحيط بالداء على شكل يجعل أعراضه قابلة للتنبؤ، تقييد الوصمة التي قد تلتصق بالمصاب وتصحيح المفاهيم المغلوطة بخصوص حول الداء. كما سنوضح إن شاء الله بعض النشاطات التي قامت بها المنظمة خلال مع المؤسسات العمومية الصحة الجوية ولاد فارس ومخابر الصيدلانية، كما كان معنا نيوميديك، مخبر نيوميديك، جمعية أمل لمرضى السكري. قمنا ببعض العمليات التشخيص المبكر وذلك لتفادي خطر مضاعفات هذا الداء من اجل الصحه وحمايه الناس، سواء كان اذا كان مريض نوجهوه، واذا كان غير مصاب بداء السكري يكشف يدير كشف مبكر
باي نخفوا من مضاعفات هذا الخطر. وفي الاخير هو بالتذكير بالحمل الوطني التقليدي المستهلك السكر والملح والمواد الدهنيه التي كانت مشروع للسيد وزير التجاره السابق، بادرت به منظمه جزائريه حمايه واشاده المستهلك وموحده وشاركت حيثياته مكاتبها الولائيه المنتشره عبر ربوع الوطن، تم من خلالها تعهد منتجي المشروبات الغازيه ببدايه تخفيض السكر في منتجاتها تدريجيا حتى يتم الوصول للمعايير الدوليه المتفق عليها. والحمد لله. كما نشكر كل من ساهم من قريب او من بعيد بكثير او بالقليل في تنظيم هذا اليوم الدراسي الذي كان ملتقى لتبادل الاراء والتجارب. شكرا لكم على حسن الاصغاء وبارك الله فيكم. بركت سيدي شكرا لك. احبتي قبل ان نختتم بجو التكريمات نختم بآية بينات من الذكر الحكيم تتلوها على مسامعنا المقرئ بجلطية محمد الأمين، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا لمن الشاهدين. أحبتي في الله، حتى لا يفوتكم أن هذا اليوم الدراسي يأتي احتفاء باليوم العالمي لمرضى السكري، وهو المصادف للرابع عشر من نوفمبر من كل عام. اتخذ هذا اليوم واختير لأنه يعني يوافق عيد ميلاد فريدريك بانتونغ الذي شارك في اكتشاف الأنسولين، وبهدف يعني وبهدف ويهدف اليوم العالمي للسكري إلى تسليط الضوء على أهمية احترام قواعد التغذية الصحية من قبل المرضى والتوعية وكذا المرافقة النفسية للمرضى. عافانا الله وإياكم وشافى مرضانا ومرضاكم. نرحل سويا الآن إلى جو التكريمات، هذه التكريمات التي تثلج الصدور. أجدد الترحاب وأشكر كل الطلبة وكل الحضور، كل بصفاته وكل بعلو مقامه. لدينا أول تكريم للسيد لطفي حاج طبيب الجامعة بالموقع الجامعي حي السلام، يكرمه السيدة الأمينة العامة للجامعة، فليتفضلوا مشكورين تحت تصريحاتكم. الله بين قلوبنا وقلوبكم. نذهب إلى تكريم آخر، وهو تكريم السيد جواد مختار الدين أستاذ بجامعة حسيبة بنزوة بشنف، يكرمه عميد كلية الأدب، فليتفضل مشكورا. بوركتم سادتي. تكريم آخر للدكتور مالطي عبد الحليم، يكرمه الأستاذ تباني محمد، فليتفضلوا مشكورين تحت تصفيقاتكم. بوركتم.
تكريم آخر للسيد زلال شعيب عضو المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، يكرمه الأستاذ جواد مختار الدين، فليتفضلوا مشكورين. طبعا الماضي ذكرى والمستقبل حلم وما بينهما رائع، ولكل ذكرى مسرة في القلب. تكريم آخر للسيد الدكتور صباحية فيصل طبيب الجامعة بالقطب الجامعة أولاد فارس، يكرمه طبيب الجامعة لطفي حاج، فليتفضل مشكورين. بوركتم سادتي. تكريم آخر للسيد السيدة حبار سمية طبيبة الأسنان بالجامعة بموقع الجامعي حي السلام، يكرمها عميد كلية الهندسة المدنية والمعمارية، فليتفضلوا مشكورين. بوركتم، شكرا. تكريم آخر للسيد فراح عبد المجيد الأمين العام لجمعية الأمل لمرضى السكري، يكرمه الأمين العام لكلية الحقوق، فليتفضلوا مشكورين. تحت تصفيقاتكم، شكرا. تكريم آخر للسيد عابد محمود نائب الأمين العام لجمعية الأمل لمرضى السكري، يكرمه الأمين العام لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية، فليتفضلوا مشكورين. تحت تصفيقاتكم طبعا. شكرا. تكريم آخر للسيد عبد النور سليمان منسق بجمعية الأمل لمرضى السكري، يكرمه المدير الفرعي للأنشطة العلمية والثقافية والرياضية، فليتفضلوا مشكورين. تحت تصفيقاتكم، شكرا. تكريم الطلبة الفائزين في رياضة لعبة الشطرنج المنظمة بمناسبة إحياء اليوم العالمي لداء السكري، بوعزدية ياسين المتحصل على المرتبة الأولى، رزلي علي المتحصل على المرتبة الثانية، ضياف عبد الرحيم المتحصل على المرتبة الثالثة، وشابور خير الدين المتحصل على المرتبة الرابعة، ويكرمون من طرف السيد طبيب الجامعة صباحية فيصل، فليتفضلوا مشكورين. طبعا لا ننسى أصحاب المآزر البيضاء. تكريم طلبة نادي العلوم التجريبية، ويكرمنا من طرف السيدة الأمينة العامة للجامعة، فليتفضلوا مشكورين. حفظكم الله كالعين بالملائكة، وشكرا على هذا الحضور. تصفيقاتكم على هذا اللون الأبيض وعلى هذه القلوب البيضاء، ألف الله بين قلوبنا وقلوبكم. ما شاء الله، الله يدوم عليكم السر إن شاء الله. إذن أحبتي في الله، أرحب بكل من التحق بنا اللحظة، وأحبتي إذن للعبد رب هو ملاقيه، وللعبد بيت هو ساكنه، للعبد ستر بينه وبين الله، وستر بينه وبين الناس، فإذا هتك العبد ستره بينه وبين الله
هتك الله ستر العبد بينه وبين الناس. أشكركم على هذا الحضور، على هذه الوجوه المنيرة، على هذه القلوب الصافية. ألف الله بين قلوبنا وقلوبكم، فاللهم لا تحرمنا من مثل هذه اللمات التي تحرسها الملائكة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أشكركم على حضوركم وشكرا لكم كل من حضركم.